أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. الإضاءة للبشر كان بالزيت، بعد ذلك البشر توصل إلى مادة مضيئة أفضل وأكثر إضاءة من الزيت، فصاروا يستخدمون النفط. في عالم البشر ذلك الوقت هذا كان يعد تطورا كبيرا، أصبح العالم أكثر إضاءة بكثير من قبل. الناس البدويين اعتبروا هذا الشيء نهاية الإضاءة، فصاروا يدورون حول النفط، كيف يحصلون على نفط أفضل، كيف يحصلون على نفط أنظف، كيف يستعملون النفط بطريقة أفضل حتى تكون الإضاءة أكثر، وهكذا صاروا يدورون حول النفط. وهذه النقلة اعتبروها نقلة كبيرة نوعية، تطور كبير، خرجنا من الظلمة بسبب الإضاءة بالزيت، دخلنا في النور، دخلنا في الضوء الكبير، النفط. لماذا البشر البدويين كانوا يعتبرون ذلك شيئا كبيرا؟ لماذا؟ السبب في ذلك أنهم كانوا غافلين عن وجود مادة تتمكن أن تضيء ملايين الأضعاف بالنسبة إلى إضاءة النفط، وهي الكهرباء.
البشر ما كانوا يفهمون وجود مادة أعلى بكثرة بدرجات عالية جدا من النفط. لذلك كان النفط عندهم شيء كبير. هذه هي المعادلة. في قدرات، قوى، مزايا في عالم البشر. عندنا بشر تافه وعندنا بشر راقي. البشر التافه يعتمد على أمور تافهة. لماذا؟ لأنه لا يعرف الأمور الثمينة القيمة الراقية، فيبقى تافها، يدور مدار التوافه. البشر الآن في معادلات القوى يعتمد على ماذا؟ يعتمد على شيء ضخم جدا اسمه قوة الأسلحة المتطورة. يعتمد كثيرا على قوة كبيرة كبرى هي قوة المال، آلاف المليارات، أموال ضخمة جدا. يعتمد على قوة هي قوة الدبلوماسية، آلاف عشرات الآلاف من العقول تعمل. يعتمد على قوة كبرى اسمها قوة الإعلام للتأثير على البشر. يعتمد على قوة كبيرة جدا، قوة الإنترنت للسيطرة على البشر. قوة، هذه القوى، قوى النفط، قوى الزيت، الإضاءة بالزيت، هذه القوى يعتبرها البشر التافه قوة. لماذا؟ لأنه ما اطلع على قوة عظمى حقيقية. نظرة الناس إلى هذه القوى اليوم، نظرة البشر التافه طبعا للبشر الراقي، بالضبط مثل نظرة الناس إلى الإضاءة بالنفط في ذاك الزمن. بالضبط كانوا ذلك اليوم يعتبرون الإضاءة بالنفط شيء كبير جدا، اليوم أيضا يعتبرون الاعتماد على هذه القوى شيء كبير جدا. الأسلحة التي تتمكن أن تنسف كل الوجود، كل الحياة على الكرة الأرضية آلاف المرات، قوة كبيرة. لماذا قوة كبيرة في عيونهم؟ لأنهم لا يعرفون قوة كبيرة حقيقية، قوة عظمى حقيقية، فيعتبرون هذه التوافه قوة. القوة الحقيقية ما هي؟ القوة الكبرى العظمى الواقعية ما هي؟ قوة الارتباط بالله عز وجل عن طريق محمد وآل محمد صلوات الله عليه. صل على محمد وآل محمد. ما هي هذه القوى؟ قوة السلاح، قوة هذه التوافه. نتمكن بالسلاح أن ننسف الحياة على الأرض آلاف المرات، يعني شيء أضعف من قدرة ملك صغير من بين مليارات مليارات المليارات. عدد هذه الكلمة، اضرب هذه الكلمة 10 مرات، 20 مرة في نفسها.
من الملائكة. وكل تلك القدرات، قدرات الملائكة التي الصغير منها يتمكن أن يأخذ الكرة الأرضية بين إصبعيه، التي الصغير منها يتمكن أن يقلب إرادتك، يقلب ما في قلبك، وكلها تأخذ أوامرها، هذه الإدارة للكون لا للكرة الأرضية، للكون تأخذ أوامرها في ليلة القدر من إمام زمانها صلوات الله وسلامه. لا أقول قدرة الإمام، قوة الإمام هي القوة الكبرى، أصلا ذاك شيء لا نتمكن أن ندركه. قوة الارتباط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه قوة كبرى، هذه قوة عظمى، هذه القوة التي بأبسط من شربة ماء تغلب كل تلك القوى، وقد غلبت من قبل، ليس شيئا نقوله بدون وجود شاهد في التاريخ، شواهد. العالم والجاهل ما الفرق بينهما؟ الفرق بين العالم والجاهل، العالم لا يصطدم بمعادلات الكون أبدا، أضعف معادلة في الكون لا تتمكن أن تغلبها، إنما ينتقل من معادلة كونية إلى معادلة كونية أخرى أقوى منها، بهذه الطريقة تتمكن. نعم، لا يتمكن الإنسان أن ينفلت من معادلات الكون، مستحيل مستحيل مستحيل، ولكن تتمكن أن تدخل في معادلة كبيرة فتغلب معادلة صغيرة، هذا الشيء ممكن. لا تتمكن أن تقطع الحديد، هذه معادلة كونية، ولكن تتمكن أن تدخل في معادلة كونية أخرى، تأتي بمادة أخرى أقوى من الحديد تقطع الحديد. نعم ممكن، ففي كل الحالات أنت خاضع لمعادلات الكون. هذا العالم. الجاهل ماذا يصنع؟ الجاهل يريد أن يناطح، يريد أن يعادي المعادلات الكونية، غير ممكن، يريد أن يزيل جبلا من مكانه بضربات رأسه، يريد أن يفجر جبلا برأسه، رأسك في اللحظة الأولى ينفجر قبل أن تؤثر أي أثر في الجبل. الجاهل لا يفهم هذه المعادلة، قبل تقريبا 9 سنوات في بدايات الأحداث في سوريا، لا إله إلا الله، كتب بعض الإرهابيين النواصب خطابا للشيعة عن السيدة الطاهرة زينب الكبرى سلام الله عليها، كتبوا سمعتم رأيتم حتما اشتهر، كتبوا خطابا للشيعة إذا خرجتم من الشام فخذوها معكم، خذوا السيدة زينب معكم. الإنسان يبكي على وصول البشرية إلى هذا الحضيض ويضحك على هذه العقول، لماذا هكذا كتبوا؟ لأنهم اعتمدوا على قدرات كبيرة ما كانت وراءهم مليارات، كانت وراءهم مئات المليارات من الدولارات، ما كانت وراءهم حكومة، كانت وراءهم حكومات، طبعا يغترون
أمام أي قوة؟ المال، حكومات، قوة، سلاح، اعتماد على هذه التوافه أمام من؟ أمام قوة عظمى اسمها السيدة زينب سلام الله عليها. تلك قوة عظمى. يعني بعوضة أمام جبل، البعوضة تريد أن تزيل جبلا، تلك قوة عظمى، تلك قوة حاكمة، حاكمة على الكون. أجدادكم أخذوا السيدة سلام الله عليها أسيرة، هذا امتحان كان، وانتهى امتحانها في أول 40 بعد استشهاد أخيها سيد الشهداء صلوات الله عليه. خلص ذاك الامتحان انتهى. من ذلك اليوم لا يمكن لأي قوة في العالم كله أن يمسها بسوء، أن يمس اسمها بسوء. لا هذه القدرات، لو اجتمعت قدرات الكون، قدرات البشر كلها، لو اجتمعت قدرات البشر لكي، لا أقول لكي تنسف وجود السيدة، لكي تضعف وجودها لا تتمكن، انتهى خلص، هذه قوة كبرى. البشر الجاهل لا يفهم هذه المعادلة أصلا. تتمكن أنت؟ من خرج؟ على مر العصور، ليست القضية في هذا اليوم فقط. من يقوى ومن يضعف باستمرار في أيام استشهاد الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. نستذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، ما كان معهم أحد، وحدهم وحدهم. من كان حولهم أقل من عدد أصابع اليدين، وفي الطرف الآخر كم العدد كان؟ آلاف آلاف مؤلفة، ووراءهم عشرات الآلاف. في بعض التواريخ العدد الذي حضر إلى المدينة فقط، العدد الذي حضر 5000 كان، 5000 جيش مدجج بالسلاح. ثانيا الأموال، أهل البيت ماذا كانوا يمتلكون؟ كل الأموال كانت عند الطرف الآخر، كانت في أيدي أهل البيت فدك. هذا أيضا ما رضوه أن يبقى في أيدي أهل البيت. المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله. أموال وأموال عند الطرف الآخر. ثالثا سلاح، وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا منزوعي السلاح، حتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قيدته وصية من أخيه صلى الله عليه وآله، حملته ما ليس بالمقدور. حتى أمير المؤمنين وصية: يا علي لا تستخدم السلاح خلاص. ثالثا رابعا الإعلام، الإعلام بأيديهم. خامسا الحكومة بأيديهم. كم يوم؟ يوم؟ يومين؟ مئات السنوات الحكومات بأيدي أعداء أهل البيت صلوات الله عليه. كم كانت الحكومة بأيدي أهل البيت؟ تقريبا 15 عاما،
عشر سنوات تقريبا بيد النبي صلى الله عليه وآله، خمس سنوات تقريبا، أقل من خمس سنوات بيد أمير المؤمنين. خلاص الحكومات كلها كانت بأيدي أولئك، يعني كل شيء عند أولئك. وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام من المعادلات، معادلات القوة التافهة للبشر التافه، لا توجد عندهم شيء من المعادلات تلك عند أهل البيت. من المنتصر يا أخي؟ بالحساب المادي احسب من المنتصر، اترك المعنويات، اترك ما يكون في الآخر، لا في الدنيا، في الدنيا احسب المنتصر من؟ من الذي باستمرار يتوسع ومن الذي باستمرار يتضيق؟ كيف؟ هذا مستحيل، هذا المستحيل قد حصل، يتبين أنه ليس مستحيلا. هناك قوة أخرى، هناك قدرة ثانية، نمط ثاني. المعادلات العادية التافهة شيء، المعادلات الماورائية شيء ثاني، معادلات دنيوية هذه، لا أتكلم عن الآخرة. اليوم وضع الأتباع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كيف؟ الوضع المادي، الوضع الدنيوي، وكيف كان سابقا؟ بالمعلومات، بالأمور التي كان أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فيها في تلك العصور، المفروض أنه لا تقوم لهم قائمة، المفروض أنهم لا يتمكنون أن يعيشوا على وجه الكرة الأرضية في أي مكان. الآن كيف أوضاعهم؟ لا أنكر وجود صعوبات، هذه تبقى الدنيا، كما لا أنكر ضرورة استخدام هذه القوى التافهة، ولكن هذه قوى تافهة وراءها شيء ثاني. هناك قوة كبيرة اسمها قانون، إنا غير مهملين لمراعاتكم. هذه قوة كبرى عندك. نعم، غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. تلك حقيقية، استخدم القدرات التافهة، استخدمها ضروري، هذا أمر به، لا اعتمادا عليها ولا بمقدار واحد بالمليار فقط وفقط أداء واجب، اعتماد هناك. أختم كلامي بحديث شريف، حتى نعرف أن تلك أمور تافهة، بالفعل يوجد بشر تافه ويعيش تافها لأنه يدور مدار التوافه، وبشر راقي يدور مدار الأمور الراقية. حديث مفصل ينقله الخادم العظيم العادل الجليل قنبر عن مولاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول في مقطع من الحديث، أقرأ لكم سطرين ثلاثة أسطر من هذا الحديث الشريف، حديث مفصل طبعا، موجود الحديث في كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق، موجود في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد. يقول قنبر: فالتفت في مقطع من الحديث الشريف، فالتفت إلي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقال: يا قنبر، إن الله تبارك وتعالى عرض ولايتنا على أهل السماوات وأهل الأرض من الجن والإنس والثمر وغير ذلك. كل شيء، الكلام كان عن الثمر، فالإمام ذكر كلمة الثمر هنا. كل شيء، ولاية أهل البيت عرضت على كل الأشياء في السماوات والأرض.
فما قبل منه ولايتنا، الشيء الذي قبل ولايتنا من هذه الأشياء، طاب وطهره وعذبه. معادلة حقيقية، معادلة واقعية. هذا طيب حقيقي، هذا طاهر حقيقي، هذا عذب حقيقي، واقع هذا. شاهدي هنا، وما لم يقبل منه، الشيء الذي لم يقبل هذه الولاية، خبث وردؤ ونتن. شاهدي في كلمة واحدة، ردؤ، رديء. حسب تعبيري تافه. الشيء الذي لا يدرك هذه المعادلة الكبرى تافه، ليكن في نظر الناس عظيما، لأن الناس هؤلاء الذين ينظرون بعظمة إلى هذه القوة التافهة، مثل الناس الذين كانوا ينظرون إلى إضاءة الزيت، شيء كبير، إضاءة النفط، هذا مسكين أعمى ما رأى إضاءة الكهرباء، وما هو أقوى من الكهرباء. وما لم يقبل منه خبث وردؤ ونتن، خبيث رديء نتن. لا تذهب إلى كلمة نتن، لا تفسر هذه الكلمة، خذ الكلمة الوسطى الرديء. أقل ما يقال فيها أنها تافهة، هذا أقل شيء. الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعمة، الحمد لله الذي فتح عيوننا على هذا النور، الحمد لله الذي عرفنا بهذه القوة العظمى الحقيقية. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.